المشهد الحالي في مصر وما يحدث المشهد هو بين جهود محاربة الإرهاب ودعم خارطة الطريق. مصر الآن تسير في اتجاهين مختلفين، هناك من يريد بناء هذه الدولة بطرق ديمقراطية سليمة والنهوض بها، وهناك من يريد الإطاحة بكيان الدولة بالكامل، وهو هذا ملخص موضوعنا اليوم. يسعدنا أن يكون معنا سيادة العميد محمد الجوباشي، منسق ائتلاف العسكريين المتقاعدين وعضو الحركة الإسلامية الوطنية. برحب بسيادتك. وزي ما قلت يعني ملخص هذه الحلقة في الكلمتين اللي أنا ذكرتهم، ولكن هناخد مع حضرتك تفاصيل كثيرة، ولكن دعونا في بدء الأمر نأخذ هذا التقرير. بنجاح وإصرار تواصل قوات الجيش عملياتها في سيناء في إطار حملاتها المستمرة لتطهير المنطقة من العناصر المسلحة التي كثفت من أنشطتها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى معظمهم من قوات الأمن. آخر مسجدات المشهد في سيناء كشفت عنها مصادر أمنية أشارت إلى إحباط محاولة إرهابية لتفجير رتل لقوات الجيش أثناء سيره جنوب مدينة العريش، موضحة أنه تم رصد سيارة مفخخة أثناء سيرها محملة بالمتفجرات واصطيادها وتدميرها قبل أن تصل إلى تجمع للقوات. كما أشارت المصادر إلى أن سلاح المهندسين في الجيش يواصل عملياته بنجاح في اكتشاف وضبط وتدمير الأنفاق على الشريط الحدودي مع غزة، حيث تم تفجير أحد الأنفاق كان يستخدم في عمليات التهريب إلى غزة. الأوضاع الأمنية الملتهبة في سيناء فرضت على السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، كما استدعت من القوات المسلحة إلى زيادة التأمين على المجرى الملاحي لقناة السويس أهم شريان ملاحي في العالم. وقامت طائرات الهليكوبتر صباح اليوم بالتحليق في سماء السويس لتأمين القناة وشركات البترول والموانئ وجبل عطاقة والمناطق الجبلية على الحدود بين سيناء والمحافظات المجاورة والقطاع الريفي بحي الجناين، بهدف تأمين المؤسسات الحيوية وتأمين المنشآت والمجرى الملاحي لقناة السويس. بحضراتكم مرة أخرى في مشهد هذا اليوم سيادة العميد. هنبدأ زي ما التقرير أشار فيما يخص سيناء، هناك من يريد هدم الدولة، هناخد النقطة الرئيسية الحيوية في مصر هذه الأيام سيناء، أرض سيناء. كشفت مصادر أمنية مطلعة على إحباط محاولة إرهابية تفجير رتل لقوات الجيش أثناء سيره جنوب العريش. كيف يمكن النظر لمن يريدون هدم الدولة فيما يخص الملف السيناوي أو موضوع سيناء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا لازم نحيي القوات المسلحة على دورها والمجهود اللي بتبذله. بعد ما سيناء أصبحت في خلال العام المصارم، مش عايزين نتكلم كتير، مرتع للإرهابيين، الحقيقة ان المخلوع كان عنده أمال كثيرة جدا ان هو جزء الشمالي منه، واحنا اتكلمنا على وهم الوطن البديل الغزاوي ان هو يجيب من 20 لـ30 كيلو 20 كيلو عمق في 30 كيلو عرض على البحر، مقابل يعملوا 600 كيلو مقابل 710 كيلو ناخدهم في صحراء النقب. وده كان الاتفاق الاول ليهم وبينه وبين الامريكان عشان يساعدوه في الرئاسه، احد البنود الرئيسية بجانب ضمان امن اسرائيل وضمان اللي عملوا بالاتفاق بين غزة وحماس برعايته، هو مهندس الاتفاق بين غزة وحماس. فكل الحاجات دي ده نمرة واحد ان هو كان هيتاخد منها جزء، يتاخد من سيناء جزء. نمرة اتنين ان هو افرج عن الارهابيين والقتلة اللي كانوا موجودين ما زالوا موجودين في السجون المصرية ولم يهربوا في احداث 28 يناير 2011، افرج عن الباقيين انه اصدر حوالي 532 قرار جمهوري فيهم 130 فقط نشر في الصحيفة الرسمية في جريدة الوقائع،
والباقي لم ينشر لأنها قرارات إفراج رئاسية عن مجرمين وقتلة واخدين أحكام من السجون المصرية. أفرج عن هؤلاء الناس. طب أنا عفوا على المقاطعة لأن فبقى. كثير من المحللين والمواطنين أيضا بيرون شيء غاية في الأهمية. هذه الأشياء الكثيرة اللي حضرتك تحدثت عنها وحدث ولا حرج, هناك أحداث يعني أشياء أخرى لسه ده لسه تكمل أسباب بالضبط ما طلعتش. لماذا سكتت الدولة حتى هذه اللحظة يعني لغاية 30/6؟ خلينا ناخد سيناريو مختلف شوية وناس برضو بتشوفه. إذا لم يكن هناك 30/6, إن لم يكن هناك حركة تمرد نزلت بالمواطنين إلى الشارع, كيف سيكون كان الأمر يا فندم؟ اللي كان هيحصل لو ظلت الأمر على ما عليه ولم يحدث تدخل القوات المسلحة لحماية الشعب, نعم, في 3/7 والشعب كان هينزل لأن فضل. خلينا ناخد الجزئية دي. كان المفترض سيناريو, وده هيدخلني على طول اللي قاله الشيخ دكتور ياسر برهاني نائب رئيس الدعوة السلفية امبارح. ما يخص ليبيا ويخص سوريا, لا امبارح هو قال انا كنت مع احد شيوخ ابو اسماعيل, احد شيوخ التابعين لابو اسماعيل بالتحديد, فقال له ايه يعني بالنص, وده مكتوب في كل وسائل الاعلام, ايه يعني لما يتقتل 10 مليون بني ادم عشان نعمل الدوله الاسلاميه؟ انا ما بقولش كلام من عندي, هذا الكلام موجود في كل وسائل الاعلام. ايه يعني لما يتقتل 10 مليون واحد عشان نقيم الدوله الاسلاميه؟ ده منشور على العقده على روايه الشيخ ياسر برهاني. فقال له الناس اتخنقت واتعضت في اكل لقمه عيشها, وده اللي خلى الناس خرجت بنسبه 100 الى 1. الناس خرجت في 30 يونيو خرجت لان اتعضت في لقمه عيشها بنسبه 100 الى 1. اوعى تفتكروا ان انت, قال له الرد عليه لما كلمه وازاي ان انتوا في رابعه واحد يطلع على المنصه ويقول الاسطول السادس الامريكي اتحرك, وتهتفوا تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر, الاسطول السادس يتجه الى السواحل المصريه. هو نداءات للناتو, كان في نداءات. بالله عليكم انا عايز اعرف من في مصر, من في الدول العربيه, من في مسلمي العالم عندما تتحرك الاسطول السادس الى السواحل المصريه يهتف الله اكبر. من يحمل لفظ كلمه مسلم او عربي, مسلم او مسيحي, مسلم او مسيحي في البلاد العربيه والاسلاميه في كل احرار العالم بمختلف فئاته, عندما يتحرك الاسطول السادس الى السواحل المصريه يقف في رابعه واحد ويقول تكبير ويهتفوا الله اكبر. بالله عليكم من هؤلاء الاشخاص ودول تعرفهم ايه؟ انا عايز اعرف واحد يكون عاقل يخرج لناظرني يقول لي اللي يهتف ويحيي بهتاف الله اكبر تكبير ان الاسطول السادس جاي يضرب مصر. دول تعرفهم ايه؟ حضرتك تعرفي تعرفهم ايه؟ اتفضل. في حد يقدر يقول لي تعريف اللي عايز الاسطول السادس يضرب مصر؟ طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني هو الحقيقه كان في تكبير لحاجات كتير قوي, بس مش الاسطول السادس الامريكي, كان في موضوع المنصه كان في تكبيرات كثيره تدعي على الشعب بالتحديد. حضرتك الجزئيه دي. طب خليني ناخد ننتقل تاني عشان نكمل نقطه بتاعت التقسيم. ان رموز النظام المخلوع او رموز الاخوان المسلمين ورطت نفسها فيما يحدث في سيناء بالصوت والصوره, خرجوا على المجتمع باسره وعلى المواطنين المصريين وقالوا بالنص الواحد سنوقف هذه العمليات الارهابيه التي تحدث في سيناء اذا عاد الامر كما هو وعاد الرئيس السابق مرسي الى قصر مرآه. اي تصور ده؟ تصور تاني كثير من المحللين يا فندم بيشوفوه برضو انه غير مفهوم. يعني انت دلوقتي متجه الى اتجاه وتزعم ان هناك شرعية لهذا الرئيس بالرغم انها سقطت شعبيا, سقطت هذه الشرعية شعبيا. كيف يمكن النظر لتلك المسألة خاصة فيما يحدث في سيناء؟ يا فندم الناس دي بتدعي
ادعاءات وشعارات دينية والغرض منها غرض سياسي خبيث. هناك احنا يعني انت كده جرتيني للتعريف الثاني اللي هي التايتل الثاني اللي هي عضو الحركة الإسلامية الوطنية، وده فيه الشيخ نبيل نعيم والنائب السابق ياسر القاضي والدكتور يحيى عبد الشافي. وانا ده فخر هذا لله. وده فخر هذا المنصب لينا ايضا، لان للاسف كل الطيارات يعني مش طيارات كلمه معلش عفوا الاسلاميه فيما يخص الطيارات والاعضاء في مشكله حاصله، فانا مبسوط ان حضرتك معايا وبتديني هذا التايتل او المنصب ايضا. انا بقول ان الناس دي بتنتزع صحيح الدين وبتنتزع بعض الشعارات توظفها لمصالحها الخبيثه. سيدتي الفاضلة في قرى مصر وفي صعيد مصر على وجه الخصوص أوهموا الناس أن اتباع شرع الله هو عودة محمد مرسي، وخلطوا ما بين الشرعية والشريعة، خلطوا ما بين الشرعية والشريعة. وأنا تقابلت مع ناس وخاصة منهم من كان في اعتصام رابعة وتحدثت الحقيقة منه معهم، فوجدت فيهم عدم فهم نتيجة تغييب العقل ونتيجة الهتاف ونتيجة التكبير والتهليل، عدم فهم وعدم وضوح الرؤية للبسطاء. فالناس فهمة ان وجود محمد مرسي في السلطة وحزب الاخوان المسلمين في الحكم هو شرع الله. قلت لهم هناك فرق ما بين الشرعية والشرعية دي الإجراءات بتاعة الدولة، إن نظام الحكم كذا وإن فلان ينتخب يقعد مدة قد كده، دي إجراءات عملوها بشر وإجراءات قانونية بتاعة الدولة. أما الشريعة هي يعني اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك فرق كبير بين هذا وذاك. الناس البسطاء يقول لي الشرعية ومحمد مرسي يعني نطبق كتاب الله. يا ابني يا عم الحاج يا حبيبي يا ست الحاجة الكلام ده عفوا لما يكونوا كمان ناس بسطاء، ولكن هناك من المتعلمين على درجة كبيرة من التعليم العالي كانوا يتحدثون هذا الكلام يا فندم. للأسف ان هناك درجة من التغييب وعدم الوعي. ناس خارجة في مظاهرات اللي خارجة في ساعة قتل الحادث بتاع قتل والتمثيل بجثة الضباط في كرباسة وحرق اسم كرباسة، الناس الراجل اللي ماشي بيقود المظاهرة وهو رايح يقتل ويضرب بالأربجية ويكسر ويحرق ويمثل بجثث الناس في اسم كرباسة ماشي بيقول إسلامية إسلامية. فالناس كلنا لما بنسمع كلمة إسلامية كلنا مسلمون وكلنا يعني وأدعي أن أنا من اللهم لك الحمد من الذين يحافظون على فروض دينهم ومن حفظة القرآن، ولكن ليس هكذا، مش هو ده ما نص عليه كتاب الله. خليني اقول لحضرتك في دقيقه كمان ان كان في يعني حادث زمان في 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 حدث قبل الفتنه الكبرى وهو اعتصام كان يسمى اعتصام حروراء. اعتصم هناك بضع الاف من الناس اعتراضا على الامام علي رضي الله عنه لانه لم يحكم بما شرع الله في اثناء خلافه مع معاويه. كويس؟ فاعتصموا وقال فذهب اليهم معاويه فوجد انهم من حفظه القران وانهم شديدي التهجد والزهد فتركهم وظلوا مده في اعتصامهم، ولكن عندما مر عليهم احد الائمه قاموا بقتله وبقر بطن زوجته. فذهب اليهم الامام علي وقتل منهم اكثر من 2000 شخص. وعندما سئل قال هؤلاء من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم حفظة القرآن الذين لم يبلغوا القرآن سوى حناجرهم. إذن الناس اللي بتتشدق بالقرآن واللي بتتشدق بالدعاوى الإسلامية وهي لا تنفذ صحيح الإسلام يجب أن يبان للبسطاء صحيح الإسلام ليس فيه قتل، صحيح الإسلام ليس فيه تعدي على أبناء الجيش، صحيح الإسلام ليس هدم لأركان الدولة.
يجب أن يعلم الناس أن الإسلام، أن ربنا يعني ذكر مصر في القرآن 5 مرات وذكر سينا مرتين ولم يذكر أي دولة في العالم. هي مكة اللي ذكرت مرتين وسويت بسيناء، وبقيت مصر مذكورة 5 مرات صراحة و23 مرة كناية. مصر المحفوظة بأمر الله لم يقل أحد أن قتل أبنائها أو تكسير جيشها. اللي راح يعمل زي ما حضرتك قريت في الخبر يفخخ سيارة مفخخة للرتل العسكري، يعني هل هذا يصح من ناس يدعون الإسلام؟ لا، ما في تنظيمات يا فندم دخلت يعني نصف المقدس أعلنت مسؤوليتها عن استهداف هذه المحاولة الفاشلة، كانت تستهدف وزير الداخلية الأسبوع الماضي وانتمائهم لتنظيم القاعدة. يعني احنا مش بنتكلم بقى عن جماعة الإخوان أو جماعة أخرى، تنظيم القاعدة في مصر. كويس، من سمح لهؤلاء بالتوطن في سيناء؟ حضرتك في خلال السنة بتاعت المعزول الغير مأسوف عليه للأسف، يعني فتح سيناء على البحر لكل العائدين من أفغانستان وكل الهاربين في جبال تورا بورا، بالإضافة لكل المرتزقة في هناك، كثيرين يرتزقون هناك مرتزقة في سيناء. يعني مش راضي اقول لك بس ان هم بيعتبروه شعار، بيحللوا نفسهم ان هم يلتحوا او يربط قومهم ويقولوا ان ده جهاد في سبيل الله. ها، هو في جهاد في سبيل الله بقتل المسلم؟ في جهاد. وده يدخلني على من يساعد هؤلاء. خلينا نتكلم بقى يعني بدام وصلنا الحتة دي، نتكلم على من يساعد هؤلاء في سيناء ومدهم بالمعلومات ومدهم بالسلاح ومدهم بطبوغرافية وطبيعة المكان. طبعا منظمة حماس المقاومة الإسلامية، وأنا بقول لحماس وبقول لهم يعني أنا واحد من الناس اللي بكيت ليلة مقتل الشيخ أحمد ياسين، لأن الشيخ أحمد ياسين كان رمزا للمقاومة، وكنت أعتبره هو خليفة الشيخ عمر المختار، شيخ شهيد مقاوم على كرسي قعيد، على كرسي يضرب من إسرائيل. كنا جميعا نقف معهم. من أنشأ منظمة التحرير الفلسطينية؟ جمال عبد الناصر. من ساعد أهل غزة في المقاومة؟ جمال عبد الناصر. كلنا كنا نحب القضية الفلسطينية، وضباط القوات المسلحة والقوات المسلحة همها حاجة واحدة، هو العدو الإسرائيلي. عندما تستدير المنظمة المدعوة حماس من الهدف والعدو الرئيسي لها إسرائيل وتدير ظهرها لإسرائيل، ما هو أنت تدير ظهرك كنت دايما ظهرك مصر، وتدير سلاحك يعني سلاحك موجه إلى إسرائيل، دلوقتي أنت مدي ظهرك لإسرائيل وبتدير سلاحك لمصر، هل تبقى دي مقاومة؟ تبقى ده جهاد؟ ومن عند منبركم من التلفزيون المصري بقول السيد إسماعيل هنية، السيد خالد مشعل، قيادات حماس، توبوا إلى الله واتقوا الله واعلموا إن فقدتوا دعم مصر لن تكون هناك قضية فلسطينية. إن فقدتم دعم مصر مش هتلاقوا، يعني هقول لهم كلمة بالبلدي، مش هتلاقوا صدر حنين تاني يدعمكم ولا يعطف عليكم. نمرة 2، أخوانهم وداعميهم وأهلهم اللي احنا قويناهم في مصر. أنا أعرف ناس موجودة في مصر من أكثر من 40 و50 سنة من الفلسطينيين وتزوجوا مصريات وخلفوا. وفجأت في أحد الأحداث الأخيرة إن أحد الفلسطينيين المتزوج من مصرية يقيم فرح ابنته في أحد دور بتاع الأماكن السيادية في مصر، وفي نهاية وفي جزء من الفرح بيرفعوا العلامة الكئيبة بتاعة أردوغان اللي بيحلم بالخلافة وهم فرحين. يعني للأسف الناس لازم تفهم إن مصر هي حسب المخطط الأمريكي الجائزة الكبرى. لحرجع للمخطط الأمريكي وما قامت به الولايات المتحدة مؤخرا، وحدث ولا حرج،
ولكن دعونا ننتقل إلى سيناء الغالية ومعي عبر الهاتف مباشرة الشيخ كامل مطر رئيس جمعية القبائل السينوية. مساء الخير. سلام عليكم شيخ كامل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أخباركم إيه في سيناء؟ الحمد لله. الأخبار في سيناء القوات المسلحة قائمة بدور كبير جدا في مطاردة واللحاق بالبؤر الإجرامية وما يسموا بالجهاديين اللي هم الإرهابيين. في الحقيقة أنا استمعت منذ قليل من الضيف المحترم عن فلسطين وعن أنه فلسطين نتكلم عن حماس. نعم نعم. عاوزين ما نختزلش في الشعب الفلسطيني في حماس. نعم. الشعب الفلسطيني وفلسطين بالنسبة للعرب جميعا هو خط أحمر وهو قومية عربية نحن جميعا كمصريين نؤمن بها. وأكثر ناس تتضرروا في حروب كثيرة منذ 48 هو المصريين ودفعوا الثمن غاليا من أجل فلسطين ومن أجل أبناء فلسطين. لذلك نحن نقول لحماس في هذا الوقت العصيب يا حماس ارجعي إلى رشدك ووجهي أفواه بنادقك وأفواه مدافعك إلى إسرائيل وليست إلى سيناء. الجزء الغالي من مصر. وبالرغم من هذا لا نحاسب الشعب الفلسطيني ولا نجعله يدفع ثمن ما تقترفه حماس من خطيئة في حق في سيناء وحق شعب سيناء وحق المصريين جميعا. نعم. طب شيخ كامل خلينا احنا طبعا عارفين التركيبة السيناوية لها خصوصية عند كل مصري فيما يخص موضوع القبائل. انتم كقبائل كيف تنظرون الى الموقف الحالي او دوركم اللي بتقوموا بيه ايه لمساندة القوات المسلحة لاكتساس جذور الارهاب في سيناء الحبيب؟ القبائل في سيناء جميعا وخصوصا القبائل في الشمال. القبائل في الشمال قلبا وقالبا مع القوات المسلحة وتساعد القوات المسلحة وتسمم دور القوات المسلحة في ملاحقة الإرهابيين. وبالرغم أن هذه العمليات بتؤثر على ناس ليس لهم أي ذنب أو جريرة. يعني فعلا في ناس في سيناء ليس لهم أي ذنب طالتهم هذه الهجمات وتأثروا بها كثيرا ولذلك من منبركم الكريم أناشد القوات المسلحة في الدقة في 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 ضرب الأهداف لأن في من أبناء مصر من أبناء القبائل أصيبوا أو تضرروا من بعض هذه الهجمات. لكن الغالبية تسمن موقف وتسمن العمليات التي يعني تقودها القوات المسلحة. يا شيخ كامل ما هو برضو الإرهاب بيطول هنا برضو بعض المصريين حتى المدنيين يعني حتى في القاهرة في المحافظات في كل حتة. حادث الوزير كان في عدد كبير جرح وأصيب وقتل وليس لهم ذنب غير تواجدهم فقط في المنطقة. نعم 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 نعم. لكن يمكن حادث الوزير في القاهرة في مدن لكن احنا بالنسبة لسيناء الاماكن شاسعة وممكن تحديد الاهداف بدقة فيها. لكن غالبية ابناء القبائل تسمن على القوات المسلحة وتقف مع القوات المسلحة قلبا وقالبا. هذا ارتباط وثيق ما بين ابناء القبائل والقوات المسلحة. نعم. منذ القدم. طيب. طول عمركم نعم. يا شيخ طول عمركم. نعم. اهل لينا وساعدتونا وانا شخصيا اتعلمت الاثر من السينوية واتعلمت وعشت في وسطهم اتشرف بك يا سيادة اللواء. انا ماشي في العربية مش شايف فاحنا بن يعني اهل سينا واحنا عملنا تنديد عندما قال المرشد المعزول ان اهل سينا وبدو سينا ينقسم ما بين عملاء لاسرائيل او تجار مخدرات وقمنا عليه دعوة. واحنا نعلم الدور اللي عملوه اهل سينا ودور وطني قوي سواء من حرب 67 اللي انا ما حضرتهاش ولكن في
73 وما بعدها نحن نعلم وطنية أهل سيناء وأنهم أبناء مخلصين للوطن. نعم. وكلنا بنحييهم. وما زالوا يا سيادة العميد وما زالوا وما زالوا وإن شاء الله بإذن الله عن قريب جدا إن شاء الله جميع هيتم القضاء من خلال القوات المسلحة على جميع الأرض. يا شيخ كامل ليكم دور عظيم كنتم قبل كده فيما يخص تحرير الأرض هذه البؤرة الأرض الغالية وكذلك الآن. طب شيخ كامل سؤال أخير إن شاء الله بعد الحالة ما تستقر ويعود تاني الأمن لمنطقة سيناء الغالية يعني أنتم أكيد في طلبات كثيرة بترجونها من الدولة عايزين يا سيدتي الفاضلة في عدة ملفات مهمة جدا لابد أن تطرح ونحن كنا في لقاء منذ حوالي أسبوع مع المستشار رئيس الجمهورية الأستاذ أحمد المسلماني وطلبنا منه عدة طلبات لأبناء القبائل العربية عشان الموضوع نشر أبناء سيناء المقيمين إلى سيناء الذين لم يأتوا إلى القاهرة مثلنا أو لم يتعلموا في القاهرة مثلنا. نحن أتينا القاهرة وتعلمنا في القاهرة وعشنا في القاهرة لكن أبناء سيناء لابد أن نغرس فيهم حب مصر حب مصر من خلال عدة طلبات لابد أن تجاب. أول هذه الملفات ملف المحكومين ظلما وعدوانا في عهد مبارك في أحكام تمت على أبناء سيناء في عهد مبارك أحكام غيابية وأحكام نفذت وأحكام كبيرة وهذه الأحكام كانت أحكام ظلم وكانت أحكام فيها نوع من الظلم والتهميش والسيد وزير داخلية مصر اللواء محمود وجدي اعترف في لقاء له أن أغلب القضايا في عهد مبارك لأبناء سيناء كانت قضايا مرافقة. نعم يعني أكيد في قضايا كثيرة بس طبعا لكل حادث حديث زي ما بنقول خاصة دي نمرة واحد نمرة عجالة يا شيخ كامل عشان بس هيدرمني في عجالة 30 ثانية بس نمرة اتنين إعطاء دور لأبناء القبائل العربية لم يتم أخذ أحد من أبناء القبائل العربية مثلا في حقوق الإنسان في أيضا في أمور كثيرة لابد أن ينظر لأبناء القبائل العربية وإشراقهم في الشارع السياسي والعمل السياسي وهذا يجعل سيناء مما لا شك فيه. الشيخ كامل مطر رئيس جمعية القبائل في سيناء شكرا جزيلا لك وأيضا يعني أنا أضيف حاجة التنمية الاقتصادية في شمال سيناء ضرورة حتمية طبعا التنمية الاقتصادية طبعا احنا من زمان قلنا وانا ليا تعبير ان بقول لهم ان هو في حرف واحد سينا تكون نعمة ونشيل العين ونحط قاف تبقى نقمة. اذا استخدمنا موارد سيناء جيدا هتكون وعمرناها تماما خلينا اقول تعبير عسكري هتبقى قرى دفاعية ها لان عمر القوات ما تقدر تخترق هذه القوة القرى الدفاعية لان احنا عندنا محورين بس للحركة في سيناء كلها المحور الاوسط والمحور الشمالي مع التعمير لا يمكن لاي هجوم اتي من الشرق ان يمر من خلال تعمير سيناء سيناء قوية وجاهزة وممكن تتعمر وان شاء الله بس لازم بعد زوال الارهاب والتطهير يعني بعد التطهير لازم التطهير اولا والبدء وخلينا اقول لحضرتك ان يعني التقرير قال كلام ولكن خلال الايام القليلة الماضية القوات المسلحة قامت بجهد كبير جدا جهد اللي هيعلن عنه في القريب العاجل كمان من ناحية تطهير البؤر الإجرامية القبض على رؤوس المجرمين القبض على كثير من منفذي العمليات الإرهابية الكبيرة المفجعة ضبط مخازن سلاح كثيرة في خلال وقت قصير جدا هتصدر بيانات بأرقام بتحديد بأسماء
هتفرح الشعب المصري. القوات المسلحة تبذل مجهودا غير طبيعي حقيقة على كل الأصعدة في سيناء بالذات. في مجهود بيتبذل وبيتم التعامل بمنتهى الحرص وبمشرة الجراح عشان لا يصاب مدني او بريء من اهالي سيناء, وهو ده اللي كان مأخر عملية شوية, ولكن استخدام التقنيات الحديثة من تصوير وطائرات هو اللي اتى في خلال الايام القليلة الماضية بنتائج مبهرة. وان شاء الله قريب في اخبار مفرحة للشعب المصري, لان تم تطهير جزء كبير والقضاء على خاصة يا سيادة العميد. يا رب, لان احنا كمان على اعتاب يعني انتصارات اكتوبر المجيدة ان شاء الله هيبقى الانتصار على فكرة السنة دي ليه ليه طعم جميل ان شاء الله ان شاء الله. طيب حضرتك كنت بتتحدث معي قبل ما ان ادخل معي الشيخ كامل مطر من سيناء عن الايادي التي تحرك هؤلاء في مصر. اتكلمنا عن حماس, كنا بنتكلم بعد كده عن الولايات المتحدة الأمريكية. بس احنا برضو رغم يعني خطورة الموقف الآن من هذه العمليات الإرهابية العنقودية التي بنراها الآن بتحدث في مصر, لكن ايه رأي حضرتك في مظاهرات الجمعة, فيما يحدث من يعني فيما يحدث؟ في رأي بيقول ان كل ما تكثيف المنابع التي تناول هؤلاء سيكون الوضع في حالة أحسن. كويس. خلينا نقول ان مش معنى تم القبض على بعض الشخصيات ان احنا قدرنا نقضي على تنظيم الاخوان المسلمين. تنظيم الاخوان المسلمين موجود, وموجود في القرى, وموجود في الكفور وفي النبوء وفي الشوارع وفي الاهالي, وهم موجودين في حوالي 200 الف عضو موجودين, ولكنهم لديهم مصادر دخل كثيرة. في مصادر دخل بتمدهم كمان بالمعلومات وبالفلوس خارجية غير المصادر الداخلية التنظيم الدولي. في دويلة بتعمل هي قناة لها دويلة بتمد بالفلوس بغزارة للناس ديت. الحقيقة ان الناس دي لا تريد الاستقرار ولا الامن لمصر. بتحصل بعض الاحداث من خلال التحريض اللي تبص هذه القناة الكريهة, ها, ان هم يصوروا 200-300 واحد هنا ويعملوا اعادة للمشهد كأنهم 1000 واحد ولا 1500 واحد. بعض الناس الطابور الخامس, بعض الطابور الخامس اللي بيتكلم هنا في مصر, للأسف اكتشفنا بعض الاشخاص جوه مصر كنا نحسبهم اناسا ثوريين, ولكن اكتشفنا ان يعني نعم يعني مش عايز اقول اسماء لانهم لهم مواقف مخزلة والشعب فضحهم رغم انهم في قمة السلطة. نكتشف ايضا كمان داعي التحريض الرئيسي اللي كنا نكون له احتراما كبيرا, وهو الشيخ يعني رجل بلغ من العمر افضله, مرة يقوم وهو اريد ان اذكر اسمه لان يعني انا اريد ان استبدل الضاد بالدال, ولكن عشان ما تبقاش جريمة او حسب عليها, هذا القرضاوي يعني بقول له اتق الله, اتق الله فيما بقى لك من عمر, اتق الله فيما تقول. مرة بيهاجم شيخ الازهر في مصري يعني مصريتك يعني هو لا تسحب منه الجنسية. اتق الله في بيهاجم شيخ الازهر وبعدين القوات المسلحه واخر حاجه طالع بيهاجم القائد العام, بيقول له ان انت كنت الوزير الفريق السيسي, بيقول له ان انت عملت بيعه, طبعا هو على طريقه البيعه يعني, وان انت خنت البيعه. فانا بقول له وبقول قدام الناس كلها, هل ينقض الفريق السيسي بيعته مع محسن معزول ويخون ال 85 مليون مواطن مصري اللي طلبوا منه الحماية؟ بعد ما طلع الناس المتشدقين هنكسر مصر, هنفجر مصر, هنقطع المحور, سيارات مفخخة, ايه ده, ايه الارهاب ده, ايه الجبر والفجر اللي انتوا فيه ده؟ واحد تاني واقف يقول يا سيدتي في اللحظة اللي نسيب فيها مرسي, مرسي اللي متهم بالتخابر, مرسي اللي عليه قضايا قد يعدم 6 مرات ويسجن 300 سنة من القضايا بتاعته, يترك مرسي, ها, يعود للحكم, هنوقف سينا يعني؟ اذا هذا زي ما حضرتك قلت مسبب بالصوت والصورة, خيانة وتعريض على القتل. يبقى هذا الشيخ
يستتاب ويعود إلى الله ويتقي الله في وطنه وفي أهله. هل يعقل أن الفريق عبد الفتاح السياسي يحافظ على البيع المرسي ويخون ال 85 مليون مواطن؟ مفيش بيع يا فندم ولا حاجه. ما هو اعتبر ان هو عشان مفيش بيع ولا فيه ما هو بيعتبر كده. هو قال كده قال ان السيسي خان البيعه. هل السيسي يخون مصر كلها الستات والامهات واخواتنا؟ يعني هو ده يا سيده الفاضله. هل المطلوب ان انا اسيب امهاتي واخواتي واهلي اللي بيرتعشوا في البيوت وارتعدوا من هؤلاء الجبارين من هؤلاء الفجره اللي بيعلنوا في كل الفضائيين هنفجر مصر ونحاز لهم ونسيب ناس؟ هو السيسي عمل ايه من فضلك؟ السيسي عمل ايه؟ والقدر صلاح عملت ايه؟ راحت امنت الشعب الطيب، امنت الناس الغلابه، قالت لهم احنا هنحميكم. في ناس كان مخطط ان كان زي ما قال الشيخ بتاع ابو اسماعيل لياسر درهم، والكلام منشور مش من عندي. قال له يعني ايه لما 10 مليون؟ يعني كل عيله يبقى فيها قتيل او اثنين في مصر. يعني ايه لما 10 مليون يموتوا عشان نرجع الدوله الاسلاميه؟ طب هو انتوا حكمتوا بالدوله الاسلاميه؟ طب خليني اقول لحضرتك اللي بدعوا شعار الاسلام كان عندهم واحد فاشل بدرجه امتياز اسمه قنديل. كان رئيس الوزراء. اعلن اللي بيتكلموا على الاسلاميه رفع الضرائب على السجاير والخمور. هو في دولة إسلامية تأكل ولادها حضرتك مش بتاخد مرتبك من الدولة؟ نعم. وأنا باخد مرتبي من الدولة؟ والفلوس بتاع الدولة دي من إيه؟ مش الضرايب؟ نعم. هناخد أكل ولادنا من فلوس على الخمور وبيقولوا إسلامية؟ انتوا بتضحكوا على نفسكم ولا بتضحكوا على الناس ولا احنا هبل ولا الشعب ما بيفهمش وتقولوا اسلاميه؟ اتقوا الله. نعم، انا هختم بكلمه اتقوا الله يا فندم. فعلا هو لازم يتقوا الله بالفعل. في نهايه هذا اللقاء في هذا المشهد، سياده العميد محمد الغباشي منسق ائتلاف العسكريين المتقاعدين وعضو الحركه الاسلاميه الوطنيه، شكرا يا فندم على تشريفك معنا لهذا اليوم في هذا المشهد. وكان المشهد السياسي بين جهود محاربه الارهاب ودعم خارطه الطريق، وستظل مصر دائما للمصريين الحقيقيين الوطنيين. يا رب احمي كل مصر ومصري. الى اللقاء.